السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. هذا هو الدرس الثالث في كتاب شرح غاية السول إلى علم الأصول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، وبلغنا قوله رحمه الله: والصوت أي وتعريف الصوت عرض مسموع، إلى آخره، في صفحة 100. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصوت أي وتعريف الصوت عرض مسموع. احترزنا بالعرض عن الجوهر، وبالمسموع عن المرئي، إذ الشيء إما جوهر وإما عرض، والعرض إما مسموع كالصوت، وإما مرئي كالضوء والظلام، وإما مشموم كالرائحة ونحو ذلك. واللفظ أي وتعريف اللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. احترزنا بالصوت عن غير الصوت، وبقولنا معتمد على مخرج من مخارج الحروف عن الصوت الذي ليس هو معتمد على مخرج من مخارج الحروف، كصوت الحيوانات ونحوها، فإنه صوت وليس بلفظ. نعم، أحسنت. قال: والصوت أي وتعريف الصوت اصطلاحا عرض مسموع، عرفه بهاتين الكلمتين عرض مسموع، ثم شرح التعريف فقال: احترزنا بالعرض عن الجوهر، واحترزنا بالمسموع عن المرئي. والعرض والجوهر من اصطلاحات الفلاسفة والمتكلمين، لكنها اصطلاحات تسربت إلى علوم أخرى منها هذا العلم. ويعرفون الجوهر، وربما مر معنا لكن لا بأس أن نعيد تعريفه. الجوهر يقولون هو الموجود لا في موضوع، والعرض عكسه وهو الموجود في موضوع. كأنهم يقولون الجوهر هو القائم بذاته، وأما العرض فهو القائم بغيره. وهذه تعريفات تزيد المصطلحين غموضا. فلو قيل الجوهر هو الذات، والعرض هو الصفة، لكان أخصر وأظهر. قال: إذ الشيء إما جوهر وإما عرض. الموجودات إما جواهر وإما أعراض، إما ذوات وإما صفات. فالإنسان جوهر لأنه ذات، والشمس جوهر، والقمر جوهر، لكن السواد والبياض والخشونة والليونة والحرارة والبرودة هذه أعراض أي صفات. قال: إذ الشيء إما جوهر وإما عرض، والعرض إما مسموع كالصوت، وإما مرئي كالضوء والظلام، وإما مشموم كالرائحة. قال: ونحو ذلك، يعني طوى ذكر بقية الأقسام. فلو قال: وإما ملموس كالبرودة والحرارة والخشونة والليونة، وإما مذوق كالمرارة أو الحلاوة والمرارة، هذه بقية الأقسام. قال: واللفظ أي وتعريف اللفظ اصطلاحا صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. هذا تعريف اللفظ اصطلاحا.
ما هو اللفظ اصطلاحا؟ قال صوت يعني يصدر من الإنسان، لأن المراد تعريف اللفظ بالنسبة للإنسان ما يتلفظ به الإنسان. فما هو اللفظ؟ قال صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، كأنه يقول لفظ مكون من بعض الحروف، لفظ متألف من بعض الحروف. قال احترزنا بالصوت عن غير الصوت، وهو الشيء الذي يكون في النفس، فإن ما في النفس ما يعده الإنسان في نفسه لا يسمى لا يسمى لفظا حتى ينطق به الإنسان. قال وبقولنا على مخرج من مخارج الحروف احترزنا به عن الصوت الذي ليس هو معتمدا على مخرج من مخارج الحروف كصوت الحيوانات ونحوها، كصوت الحيوانات والطيور. قال فإنه صوت وليس بلفظ، فلهذا إذا سمع الإنسان زئير الأسد ماذا يقول؟ هل يقول هذا لفظ الأسد أو يقول هذا صوت الأسد؟ يقول صوت، ولا يسمى لفظا لأنه ليس معتمدا على مخرج من مخارج الحروف المعروفة عند الإنسان، وإن كان هو لفظا بالنسبة للحيوانات فيما بينها. علمنا منطقة الطير، فالحيوانات لها كلام، لكن بالنسبة للإنسان يسمى صوتا لا لفظا. في سؤال؟ أصلح العلماء الأصول وأهل اللغة والمتكلمون والمناطقة، يعني هذه المصطلحات موجودة في عدة علوم ومنها علم أصول الفقه. نعم. قال والكلمة، قال رحمه الله تعالى والكلمة أي تعريفها لفظ وضع لمعنى مفرد، وقيل اللفظ المفرد، فبعلبك مفرد على الأول ورجال ليس بمفرد، وعلى الثاني بعلبك ليس بمفرد ورجال مفرد، وجمعها أي الكلمة كلم، وهو ما ترك من ثلاث كلمات فصاعدا سواء أفاد أو لم يفد. والكلام تعريفه ما تضمن كلمتين بإسناد أي ما ترك من كلمتين، وشرطه أي الكلام الإفادة أي تكون فيه فائدة تامة يحسن السكوت عليها، ولا يتألف أي لا يتركب إلا من اسمين كزيد قائم وعمر منطلق، أو فعل واسم نحو قام زيد وذهب عمر، فالأولى تسمى جملة اسمية وهي ما صدرت باسم، والثانية فعلية وهي ما صدرت بفعل، ولا يتألف من فعل وفعل، ولا من حرف وحرف، ولا من حرف واسم، ولا ترد ياء النداء لتأولها بالفعل كيا زيد، فإن التقدير أدعو زيدا. أحسنت. قال والكلمة أيضا هذه من المصطلحات التي تذكر في علم الأصول وفي علم النحو. قال لفظ وضع لمعنى مفرد، هذا هو التعريف المشهور للكلمة، لفظ وضع لمعنى مفرد. قال وقيل الكلمة هي اللفظ المفرد، إذن هذا اختلاف التعريف في تعريف الكلمة، فأصحاب التعريف الأول نظروا إلى المعنى، وأصحاب المذهب الثاني نظروا إلى اللفظ، فقال الأولون المعنى يكون مفرداً إذا كان المعنى معنى الكلمة مفرداً سمي كلمة، وأصحاب المذهب الثاني نظروا إلى نفس الحروف هذه، نفس الكلام هذا الملفوظ به، فإن كان هو كلمة واحدة ليس كلمتين فأكثر يسمى مفرداً. قال فبعلبك يعني فبناء على الاختلاف تعريف الكلمة بناء على هذين التعريفين، فبعلبك مفرد على الأول، ورجال ليس بمفرد. قال وعلى الثاني بعلبك ليس بمفرد ورجال مفرد.
يقول بناء على هذين التعريفين تكون كلمة بعلبك تكون ماذا؟ مفردا، لفظا مفردا بناء على التعريف الأول، لأن مدلولها شيء واحد وهي البلدة المعروفة في الشام. قال ورجال، كلمة رجال وهي كلمة واحدة تكون ليس مفردا بناء على التعريف الأول، لأن مدلولها أي معناها متعدد، فإن معنى رجال زيد وعمر وبكر إلى آخر الرجال. قال وعلى الثاني بناء على التعريف الثاني للكلمة تكون بعلبك ليست لفظا مفردا. لماذا؟ لأنها تركبت من كلمتين، كلمة بعل وكلمة بك، ويسمى تركيبا مزجيا. ورجال مفرد بناء على التعريف الثاني لأنه تلفظ بلفظ واحد. ثم قال وجمعها أي جمع الكلمة كليم، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا سواء أفاد أو لم يفد. أيضا من مصطلحات النحاة التي يذكرها الأصوليون كلمة كلم، فقال هي ما تركب، يعني الكلام الذي تركب من ثلاث كلمات فأكثر، لابد من ثلاث كلمات هو الحد الأدنى لمصطلح الكلم، من ثلاث كلمات فأكثر. لكن ماذا قال؟ قال سواء أفاد أو لم يفد. فلو قلت ضرب زيد عمرا هذا كلم لأنه تلفظ بثلاث كلمات وهو مفيد، يعني يحسن السكوت على آخره. قال أو لم يفد، مثل قولك إن جاء زيد وتسكت فهذا كلم لأنه تركب من ثلاث كلمات، لكن هل أفاد؟ لا ما أفاد، ولهذا السامع يسأل يقول ماذا يفعل إن جاء أو ما أفعل به، ليس كذلك؟ نعم. ثم قال والكلام تعريفه اصطلاحا ما تضمن كلمتين بإسناد، أي ما تركب من كلمتين مع الإسناد. هذا ماذا؟ الكلام. إذن الكلام يتركب من ماذا؟ من كلمتين. ولو أن المصنف قال فصاعدا لكان أحسن، لأن الكلام يتركب من كلمتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر، وليس شرطا أن يكون من كلمتين. وقوله بإسناد يعني بوجود إسناد، أي إضافة وحكم، تسند شيئا إلى شيء، أي تحكم بشيء على شيء، تضع شيئا أولا ثم تسند إليه حكما، فتقول زيد ناجح، أين الإسناد؟ تقول إسناد النجاح إلى زيد، إضافة النجاح إلى زيد، واضح؟ فالمعنى يعني فالمعنى أن الكلام يكون من كلمتين فأكثر بشرط أن يكون مفيدا، هذا معناه أن الكلام اصطلاحا ما تركب من كلمتين فأكثر، ولا بد أن يكون مفيدا، أي أنه يحسن السكوت عليه. ولهذا قال وشرطه أي الكلام الإفادة، لا بد أن يكون كلاما تاما مفيدا. طيب وإن لم يفد ماذا يسمى؟ يعني إن كان كلمتين ولم يفد، هو إن كان ثلاث كلمات فأكثر ولم يفد صار كلما الكلم، وإن كان كلمتين فأكثر مع الإفادة يسمى كلاما. طيب إن كان كلمتين فقط ولم يفد، أحسن جزاك الله خير، يسمى قولا، يسمى القول. قال ولا يتألف أي ولا يتركب، والمراد أقل ما يتركب منه، أقل ما يتركب منه الكلام. فقوله ولا يتألف عود، الضمير يعود إلى آخر مصطلح وهو الكلام،
أي لا يتركب، أقل ما يتركب منه الكلام من اسمين كزيد قائم وعمر منطلق، مثالان، هذان مثالان، وكان يكفيه أحدهما لأنه في مقام الاختصار. قال: أو فعل واسم، أو فعل واسم، نحو قام زيد وذهب عمر، وهو مثالان. قال: فالأولى تسمى جملة اسمية وهي ما صدرت باسم، والثانية جملة فعلية وهي ما صدرت بفعل على ما عرف في علم النحو. ثم قال: ولا يتألف الكلام من فعل وفعل، ولا من حرف وحرف، ولا من حرف واسم. ثم قال: ولا يرد، أو ولا ترد، كلاهما يصح بالتأنيث وبالتذكير، ولا يرد ياء النداء، يعني لا يرد على الأخير، وهو قوله لا يتألف من حرف واسم. قال: لا يرد على هذا الاسم وحرف النداء، مثل يا زيد، فإنه كلام تام يحسن السكوت عليه، فيقال هو مكون من اسم وحرف النداء، فكيف تقول لا يتألف الكلام من حرف واسم؟ فقال: لا يرد علينا هذا الاعتراض، لأن التقدير أدعو زيدا، فإن حرف النداء هو في تأويل، يعني في معنى، في قوة أدعو أو أنادي، أدعو زيدا أو أنادي زيدا. قال: نعم، وقفنا عند هذا، تفضل. قال رحمه الله: وهو أعني الكلام نص، أي ينقسم إلى نص وظاهر، أعني وإلى ظاهر، ومجمل، أي وإلى مجمل. فالنص أي تعريفه الصريح في معناه الذي لا ينصرف فهم السامع عنه إلى غيره، والظاهر أي تعريفه اللفظ المحتمل معنيين في صاعدا، وهو في أحدهما أظهر. احترز بقوله المحتمل معنيين فصاعدا عن النص الذي لا يحتمل غيره، وبقوله هو في أحدهما أظهر عن المجمل الذي ليس فيه أظهر. والمجمل أي تعريفه يأتي ذكره في فصل المجمل في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. أحسنت. قال: وهو أعني الكلام، بدأ الآن يقسم الكلام من حيث الظهور وعدمه، من حيث ظهوره وعدمه، وعدم الظهور. فقال: نص وظاهر ومجمل، هذا ترتيبها من الأعلى إلى الأدنى. فقال: ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل. فالنص، أي فتعريفه اصطلاحاً، الصريح في معناه الذي لا ينصرف فهم السامع عنه إلى غيره، الصريح في مدلوله، بحيث أن السامع لا يفهم منه إلا معنى واحدا لا يزاحمه فيه معنى آخر، بمعنى أن النص ما دل على اللفظ من غير احتمال آخر، ما دل على معنى من غير احتمال آخر، يعني بنسبة كم؟ يعني بنسبة 100%. نعم، أحسنت. فقوله تعالى مثلا: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هل يحتمل عند السامع شيء؟ لا يحتمل شيئا آخر، لن يحتمل إلا 10 أيام، فلن يفهم احتمال 9 أو 11، لا يمكن هذا. فهذا هو معنى النص اصطلاح. والنص نعم له اصطلاح آخر معروف في الأصول وغيره، وهو الآية والحديث، تسمى نصا. لكن هنا تقسيم اللفظ، تقسيم نفس اللفظ الوارد في الآية والحديث من حيث ظهوره أو عدم ظهوره.
قال: والظاهر اللفظ المحتمل معنيين فصاعداً وهو في أحدهما أظهر. هذا في رتبة دون الرتبة التي قبلها. إذن الظاهر اللفظ المحتمل معنيين أو ثلاثة معاني أو أكثر، لكن بقيد، وهو أن يكون واحد من هذه المعاني أظهر من غيرها من المعاني، فيكون الظاهر هو هذا الأظهر، يعني أظهر المعاني وأرجحها يكون يسمى الظاهر. ولو أن المصنف رحمه الله قال: هو أظهر المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ، لكان أوضح. هو أظهر يعني نص على أن الظاهر هو أظهر المعاني، فيكون أولى من أن نقول يحتمل معنيين وهو أظهر في أحد هذه المعاني. ولو أنه عبر بأرجح، بكلمة أرجح بدل كلمة أظهر، لكان أحسن فراراً من الدور حتى لا يرد المعرف في التعريف، لا يرد نفس اللفظ المعرف في التعريف، فنقول يعني هو أرجح المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ. وإن شئت قلت على نسق التعريف الذي ذكرنا للنص حين قلنا أن النص هو ما دل على المعنى من غير احتمال آخر، فتقول في الظاهر هو ما دل على المعنى مع وجود احتمال آخر مرجوح، ما دل على المعنى مع وجود احتمال آخر مرجوح. المرجوح هو وصف للاحتمال الآخر، وعلى هذا فالظاهر هو المعنى الأرجح الأبرز الأقرب إلى أذهان السامعين. يعني بنسبة كم؟ فوق، نعم أحسنتم، يعني مثلا نقول 60-70-80-90% تقريبا، يعني ما هو فوق 50 ودون 100، لأن الظواهر تختلف، الظواهر تختلف، فبعضها أقوى من بعض. نعم. فإذا قلت رأيت أسدا، فإن كلمة أسدا موضوعة في لغة العرب لمعنيين، معنى الحيوان المفترس المعروف، والمعنى الآخر هو الرجل الشجاع، فإن كلا المعنيين من لغة العرب. لكن أي المعنيين أظهر عند السامع؟ هو الحيوان المفترس المعروف، لأنه هو المعنى الحقيقي، هذا هو الأصل في الوضع، أن أسد موضوع لهذا المعنى، والكلام مجرد من القرائن الصارفة، وحينئذ يحمل الكلام على حقيقته لا على مجازه، ولهذا قالوا الحقيقة أرجح من المجاز. قال: احترز بقوله المحتمل معنيين فصاعدا، شرع الآن في شرح تعريف المصطلح الثاني وهو الظاهر، فقال: قولنا المحتمل معنيين فصاعدا هو احتراز عن النص الذي هو المصطلح الأول. قال: لماذا؟ لأن النص لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل معنى آخر. قال: واحترزنا بقولنا هو في أحدهما أظهر، احترزنا به عن المجمل لأنه ليس فيه أظهر، يعني احترز بالنصف الأول من التعريف، الشق الأول من التعريف احترز به عن المصطلح الأول وهو النص، وبالشق الثاني احترز به عن المصطلح الثالث وهو المجمل. لماذا؟ قال: لأن المجمل ليس فيه أظهر، أي ليس فيه أرجح، ليس فيه راجح ومرجوح في المعاني التي يحتملها اللفظ، وإنما هي متساوية، متساوية، لا يوجد أرجحية ومرجوحية. قال: والمجمل أي تعريفه اصطلاحاً
يأتي ذكره في فصل المجمل في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. ولو أنه عرفه هنا باختصار لكان أحسن حتى يتضح الفرق بين المصطلحات الثلاث. والمصنف رحمه الله قد كرر تعريف بعض المصطلحات سابقاً، فنقول يعني المجمل هو ما دل على أي لفظ دل ما دل على معنى مع احتمال آخر مساو. ما دل يعني لفظ دل على معنى مع احتمال آخر مساو له، وإن شئت قلت هو اللفظ الذي له معنيان فأكثر على سبيل التساوي، أو تقول اللفظ الذي له معنيان متساويان فأكثر، اللفظ الذي له معنيان متساويان فأكثر. إذن المجمل يكون بنسبة كم؟ 50% فقط، فالمعنيان متساويان. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء جمع قرء، والقرء في لغة العرب يطلق بمعنى الحيض ويطلق أيضاً بمعنى الطهر، وكلاهما لغة العرب وكلاهما حقيقة، لا يوجد حقيقة ولا يوجد مجاز هنا، كلاهما على سبيل الحقيقة، فالمعنيان حينئذ متساويان فيسمى مجملاً. والمجمل يوجب على المجتهد ماذا؟ التوقف وطلب الدليل ومنع حمله على أحد المعاني من غير دليل. هذه من أحكام المجمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، إذن النص يوجب العمل لأنه لا يوجد إلا معنى آخر، والظاهر يوجب العمل لأنه المعنى الراجح، والعمل بالراجح واجب شرعاً وعقلاً. وأما المجمل فيوجب التوقف. وبقي معنى رابع لم يذكره المصنف وهو عكس الظاهر، ويسمى اصطلاحاً، يطلق عليه اصطلاحاً ماذا؟ أحسنتم، المؤول. رابع الأربعة هو المؤول، فيكون المؤول عكس الظاهر، وهو ما دل على معنى مع احتمال آخر راجح. المؤول ما دل على معنى مع وجود احتمال آخر راجح عليه، وقولنا راجح هو وصف للمعنى الآخر. إذن المعنى المرجوح، يسمى مؤولاً، وحكمه أنه يمتنع حمل اللفظ عليه إلا بدليل. فإذا قلت رأيت أسداً فقلت أراد الرجل الشجاع لم يصح إلا أن يوجد دليل، بأن يقول مثلاً رأيت أسداً يقاتل بالسيف، فقولك يقاتل بالسيف يوجب حمل كلمة أسداً على الرجل الشجاع لوجود الدليل. الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه أي بشفعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكلمة الجار فيها معنيان، المجاور لك في الدار أو في الأرض المملوكة، والشريك. لكن المعنى الراجح من كلمة الجار، يعني المعنى الظاهر الأرجح، هو ماذا؟ المجاور لك، يعني الذي داره بجوار دارك أو أرضه بجوار أرضك، هذا هو المعنى الراجح، يعني أقصد في غير الحديث. الأصل في كلمة جار المعناها الراجح هو المجاور. والشريك معنى مؤول مرجوح، وحينئذ لا يصح حمل اللفظ عليه إلا بدليل، لأنه لا يجوز حمل اللفظ على معناه المرجوح. لكن إن قامت قرينة أو دليل على حمل اللفظ على مؤوله
وجب الحمل عليه، وينقلب المؤول ظاهرا حينئذ بالدليل. وهنا يوجد دليل في نفس الحديث دل على أن المراد بالجار هو الشريك، وهو المعنى المؤول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا نعم كيف يا شيخ؟ نعم نعم، قال: فإذا صرفت الطرق فلا شفعة. يعني ماذا؟ هذه قرينة على أن المراد إذا صرفت الطرق ووقعت الحدود، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني فإذا تميز قسمك ونصيبك عن قسم شريكك، صارت أرضك متميزة ومنفصلة عن أرضه، فحينئذ لا تثبت الشفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أنه أراد بالجار الشريك. نعم، في سؤال؟ كيف يا شيخ؟ لا، يأتي في الجمل ويأتي في المفردات. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. والمشترك اللفظ الموضوع. في سؤال يا شيخ؟ نعم، تقول: هل يمكن حمل اللفظ على ظاهره ومؤوله في نفس الوقت؟ نعم، في صورة من الصور، وهو حمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند من يجوز ذلك. فمثال ذلك: أو لامستم النساء، فإن كلمة لامس بمعنى الجس باليد، هذا معنى اللمس، هذا حقيقته في لغة العرب، ومجازه هو الجماع. لامس بمعنى جامع، هذا معنى مجازي. وقلنا من قبل إن الحمل على المجاز هو حمل على التأويل، هو تأويل وحمل على المؤول. لكن يجوز هنا حمل اللفظ على ظاهره وعلى مؤوله، لكن كما قلنا عند من يجوز ذلك، فيكون الذي ينقض الوضوء شيئان من هذا اللفظ، من هذا الآية، ما هو؟ اللمس، لمس المرأة، وجماعها، كلاهما ينقض. كما قلنا عند من يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وإلا فالمسألة فيها خلاف معروف في أصول الفقه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: والمشترك اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كالقرن اسم لجعبة النشاب واسم لعظم يحدث في الفرج فيسده، وكالقرء للحيض والطهر واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية، ومنع منه أي قال بعدم وقوعه مطلقا بعضهم، وهم ابن الباقلاني وثعلب والبلخي والأبهري، وقيل في القرآن أي منع منه بعضهم في القرآن فقط، وقيل في الحديث ومنع منه آخرون في الحديث فقط، ولا يجب أي وقوعه في اللغة أي لغة العرب، وقيل بلى أي وقوعه واجب فيها لأنه قد وقع فيها كثيرا. نعم، أحسنت. إلى هنا تنتهي مسألة المشترك، يعني هذا الذي قرأناه الآن هي مسألة، وهي مسألة الاشتراك، الاشتراك اللفظي. المشترك إذا أطلق فالمراد به المشترك اللفظي، وعرفه المصنف رحمه الله بقوله: هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. لفظ موضوع أي وضعته العرب لكل واحد من المعنيين، إذن لا بد في المشترك اللفظي من تعدد الأوضاع اللغوية. ومعنى الوضع، لما نقول الوضع يعني أن العرب تأتي بهذه الكلمة لتدل على معنى معين، يسمى الوضع اللغوي، تستعمل لفظة في معنى معين يسمى الوضع. إذن ما معنى المشترك اللفظي؟ اللفظ واحد والمعاني متعددة، اللفظ واحد ومعانيه متعددة،
وشرط هذه المعاني أن تكون كلها حقائق، بمعنى أن اللفظ وضع لكل منها وضعاً مستقلاً. قال: والمعاني تكون معنيين أو تكون ثلاثة أو أكثر من ذلك. وبالأمثلة يتضح معنى المشترك. فماذا مثل؟ بماذا مثل المصنف رحمه الله؟ مثل بالقرن بفتح الراء، القرن. قال: هو اسم لجعبة النشاب. الجعبة هي يعني وعاء من جلد أعلاه واسع وأسفله ضيق، يضع فيه الرامي نشابه أي سهامه، يعلق في ظهره مثلاً هذا الوعاء هذا الجلد ويضع فيه النشاب أي السهام. فجعبة السهام وعاء السهام يسمى قرناً. قال: وله معنى آخر القرن، وهو اسم لعظم يحدث في فرج المرأة فيسده، هذا أيضاً يسمى قرناً. وله معاني أخرى، وهو الحبل الذي يقرن به بين البعيرين، إذا قرن بين بعيرين أو غير بعيرين بحبل واحد يسمى هذا الحبل قرناً. ونفس البعير الذي قرن بغيره يسمى قرناً. فهذه بعض معاني كلمة القرن في لغة العرب. المعاني متعددة واللفظ واحد، فيسمى مشتركاً لفظياً، يسمى مشتركاً لفظياً، يعني أن هذه المعاني اشتركت في لفظ واحد، اشتركت فسمي مشتركاً، في لفظ واحد فسمي لفظياً، مشترك لفظي. طيب، ومن الأمثلة الأخرى العين، فإن العين في اللغة العرب من الأمثلة المشهورة، يعني المشترك. العين تطلق على العين الباصرة، العين الجارحة، وهو العضو الذي يبصر به الإنسان، والعين الجارية، نعم، الماء الذي ينبع من الأرض، وأيضا نعم الجاسوس، إذا قلنا إن إطلاق العين عليه حقيقة، طبعا لابد من هذا القيد، إن قلنا إنها حقيقة وليس مجازا. طيب، وأيضا الذهب والفضة والشمس وذات الشيء ونفسه. تقول: جاء زيد عينه، ما معنى عينه؟ أي نفسه ذاته. طيب، والعين أيضا الشيء النفيس من الأموال، النفيس من الأموال يسمى عينا. وأيضا الرفيع من القوم، يعني ذو منصب كبير، يسمى عينا. لا تقرؤون في كتب التراجم كان من أعيان المذهب؟ تقرؤون هذا ولا لا في كتب التراجم؟ كان من الأعيان أو كان من أعيان المذهب. ما مع الأعيان؟ جمع عين، والمعناه الكبير، يعني من رفعاء المذهب. قال: وكالقرء للحيض والطهر، هذا مر معنا. قال: واقع، هذا هو الخبر. إذن الواو واو الاستئناف في قوله والمشترك. واقع خبر، يعني والمشترك الذي هو هذا معناه واقع. وقوله واقع أي مطلقا، ما دام هو أطلق العبارة فهذا هو المراد، لأنه لو كان هذا المذهب مقيدا لقيده كما صنع في المذهبين الثالث والرابع، فلما أطلق العبارة دل على أن هؤلاء أصحاب المذهب الأول يرون أن المشترك واقع أي مطلقا. وما معنى مطلقا؟ أي سواء في لغة العرب أو في نصوص الكتاب العزيز أو في نصوص السنة المشرفة أو ما عدا ذلك من الكلام، هذا معنى قولنا مطلقا. نعم، عندك سؤال شيء؟ ما سمعت. نعم، جزاك الله خير. يقول: الفرق بين المشترك والمجمل. المشترك نوع من المجمل، فالعلاقة بينهما العلاقة الأعمية والأخصية.
يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن أحدهما أعم من الآخر، وعلى هذا فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا. يعني باختصار أن المشترك نوع من أنواع الإجمال، لأن الإجمال قد يكون بالاشتراك وقد لا يكون. نعم. طيب، إذ المصنف رحمه الله ذكر في وقوع الاشتراك 4 مذاهب. فالمذهب الأول هو المنع، هو الوقوع مطلقا كما قلنا، يعني سواء في لغة العرب أو في نصوص الشرع. ثم قال: وهو مذهب أصحابنا والحنفية والشافعية والمالكية أيضا، لم يذكرهم لكن هم معهم أيضا، يعني جمهور العلماء من المذاهب 4 على وقوع الاشتراك مطلقا، أي في لغة العرب أو نصوص الكتاب والسنة. ودليلهم هو الاستقراء والوقوع، فإن الوقوع دليل الجواز. أين الوقوع؟ أين الوقوع؟ في الأمثلة التي سبقت، أحسنتم، القرن والقر، وأيضا ذكرنا العين وغيرها من الألفاظ المشتركة، فدل على جوازه بل وقوعه. من كان يسأل عندك سؤال؟ مر معنا هذا في شرح التذكرة لأنه طويل يعني. نعم. قال: ومنع منه، هذا هو المذهب الثاني، هذا هو المذهب الثاني. قال: أي قال بعدم وقوعه مطلقا بعضهم. لاحظوا هنا نص على كلمة مطلقا، والمذهب الثاني عكس المذهب الأول. إذا المذهب الثاني منع وقوع الاشتراك مطلقا، أي أنه لا يوجد في لغة العرب ولا في نصوص الشرع. قال: منعه قوم منهم ابن الباقلاني، القاضي أبو بكر الباقلاني الإمام المعروف المتوفى سنة 403 هجرية، وثعلب وهو إمام نحاة الكوفة في عصره، وتوفي سنة 291 هجرية، وهو في الفروع حنبلي المذهب، والبلخي ويقال له الكعبي، والكعبي في كتب الأصول أشهر من البلخي بالنسبة لهذا العلم، وهو من المعتزلة وتوفي سنة 327 هجرية، والأبهري أبو بكر الأبهري البغدادي شيخ المالكية في بغداد في عصره المتوفى سنة 375 هجرية رحمهم الله، والأخير شيخ الأول. فلو أن المصنف رحمه الله جعل الباقلاني يعني في آخر هؤلاء لكان بحيث الترتيب التاريخ متسقا، لأنه من حيث التاريخ يكون الباقلاني بعد الأبهري، والأبهري شيخه، إلا أن الباقلاني لا شك أنه أشهر من هؤلاء كلهم في كتب الأصول، فلعله لهذا السبب بدأ بذكره رحمهم الله. قال طبعا دليل هؤلاء ما هو؟ دليل الأولين ذكرنا أصحاب المذهب الأول، ودليل هؤلاء قالوا أن الغرض من وضع الكلام هو الإفهام، هذا هو المقصود من وضع الواضعين للغات، والاشتراك يخل بالإفهام، فإنه لو قال رأيت عينا سوف يقول السامع ماذا أراد، الباصرة أو الجاري أو ماذا، فيخل بأصل الوضع أو بغرض الغرض من الوضع، الغرض من وضع اللغات. قال: وقيل في القرآن، وقيل في القرآن، هذا هو المذهب الثالث، وليس المراد أنه واقع في القرآن بل عكس هذا، يعني أنه ممنوع في القرآن، بمعنى أن أصحاب المذهب الثالث عندهم تفصيل، فقالوا الاشتراك في لغة العرب واقع وفي القرآن غير واقع. واضح المذهب الثالث؟ إذا المذهب الثالث منع وقوع الاشتراك في القرآن خاصة،
مع الاعتراف بوجوده في لغة العرب. ما الدليل؟ قالوا أما في لغة العرب في الأمثلة السابقة وقوعه القرء والعين والقرن وغير ذلك، وأما في القرآن فإن الله وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء، فلو كان فيه اشتراك ما كان تبيانا، لأن الاشتراك فيه إخلال بالبيان، ولهذا جعلنا الاشتراك نوعا من أنواع أو سببا من أسباب الإجمال. نعم. وقيل ظاهر هذا أنه يجوز في غيره. نعم. قال وقيل في الحديث، هذا المذهب الرابع، أنه يجوز أنه يقع الاشتراك في لغة العرب وفي القرآن ولا يجوز في الحديث، وهذا يعني أبعد المذاهب. لماذا؟ هم يقولون لماذا؟ فقالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، فلو كان فيه اشتراك في السنة ما كان بيانا للقرآن. لما قلناه من أن الاشتراك يخل بالبيان، ولهذا يوجب التوقف. فهذه أربعة مذاهب ذكرها المصنف، ثم قال ولا يجب أي وقوعه، يعني كأنه يقول ما مضى هو في التجويز في جواز وقوع الاشتراك، وأما هنا فالكلام في وجوب وقوعه، هل يجب أن يوجد في الكلام في لغة العرب اشتراك يجب وجوبا أو لا؟ فقال ولا يجب وقوعه في اللغة، يعني بل هو جائز، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، أما أن نقول يجب أن يوجد اشتراك في الكلام فلا. قال وقيل، هذا شروع في المذهب الثاني، وقيل بلى، أي بلى إنه يجب وقوعه في لغة العرب، أي وقوعه واجب فيها لأنه قد وقع فيها كثيراً، يعني أنه لو لم يجب وقوعه ما وجد في لغة العرب، فإن عدول العرب عن الانفراد في الاستعمال بمعنى أن تكون اللفظة مستعملة في معنى والأخرى في معنى، كل معنى له لفظ ينفرد به، ما عدلوا عنه إلى الاشتراك إلا لأنه واجب الوقوع، وهذا مذهب لا شك فيه غرابة. نعم. قال رحمه الله تعالى والمترادف أي الألفاظ المختلفة لمعنى واحد واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية، وقال ثعلب وابن فارس ليس بواقع، وقال إمام الحرمين ليس بواقع في الأسماء الشرعية. والحد وهو اللفظ الموضوع لتعريف شيء، والمحدود وهو اسم ذلك الشيء كالحيوان الناطق للإنسان، غير مترادف عن الأصح، أي أن الاسم والحد ليس بمترادفين، وذلك إما لغة كالصلاة معناها الدعاء فلفظ الصلاة والدعاء ليس بمترادفين، وإما اصطلاحا فهي الأفعال والأقوال المخصوصة من القيام والقعود والقراءة والذكر ونحو ذلك، والذي يظهر الترادف من حيث الاصطلاح، وقيل بترادف الحد والمحدود، ولعل من قال بالترادف نظر إليهما من حيث الاصطلاح، ومن قال بعدم الترادف نظر إليها من حيث اللغة والله أعلم. وقال المحلي في شرح جمع الجوامع على أصح عدم الترادف، لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلاً، والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالاً، والمفصل غير المجمل. قال ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل. أحسنت. قال مسألة، يعني الآن يشرع في مسألة وهي مسألة الترادف، والكلام كما قلنا هو في مباحث اللغات، فقال الترادف أو المترادف هو الألفاظ المختلفة لمعنى واحد، فيكون الترادف عكس ماذا؟ عكس الاشتراك. نعم. ف
فالمترادف عكس المشترك، والترادف عكس الاشتراك. قلنا من قبل إن الاشتراك لفظ واحد والمعاني متعددة. طيب والترادف، الألفاظ متعددة والمعنى واحد. فمثلاً كلمة الناس والبشر كلمتان والمعنى واحد، الأسد والليث والغضنفر والهزبر ألفاظ متعددة والمعنى واحد، فهذا هو معنى المترادف. لماذا سمي مترادفاً؟ الرديف هو القرين معك على الدابة، لكان رديفك يعني معك خلفك في الدابة على الدابة، فيكون الراكب اثنين والمركوب شيئا واحدا. وهنا الذي حصل ماذا؟ الألفاظ ترادفت أي تطابقت وتوافقت على معنى واحد فسمي المترادف. فقال والمترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية والمالكية أيضا، لم يذكرهم وهم معهم، يعني أكثر العلماء من المذاهب الأربعة على أن المشترك على أن المترادف واقع في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة، لأنه أطلق العبارة في المذهب الأول فدل على أنه مراد، أن التعميم مراد، أي أن أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور يرون وقوع الترادف في لغة العرب وفي ألفاظ الشرع. ثم قال وقال ثعلب وابن فارس، ثعلب مر معنا قريبا، وابن فارس الإمام اللغوي المشهور أيضا صاحب مقاييس اللغة المتوفى سنة 395 هجرية، كان شافعيا ثم تحول إلى مذهب مالك لما قدم خراسان. قال ليس بواقع، هذا هو المذهب الثاني، وهو أن الترادف ليس بواقع مطلقا، فيكون المذهب الثاني عكس المذهب الأول. الأولون جوزوه مطلقا وأصحاب المذهب الثاني منعوه مطلقا، أي في لغة العرب وفي ألفاظ الشرع. ثم قال وقال إمام الحرمين، هذا شروع في المذهب الثالث في المسألة، ليس بواقع في الأسماء الشرعية، يعني دون الألفاظ اللغوية. كلمة الأسماء هنا أطلقها المصنف وغير المصنف في عدة مسائل أصولية، لا يقصدون بها الاسم الذي هو قسيم الفعل والحرف، وإنما يريدون بالأسماء الألفاظ، سمى المراد الألفاظ. إذا المذهب الثالث التفصيل، وهو منع، جزاك الله خيرا، منع وقوع الترادف في نصوص الشرع، يعني في الأسماء الشرعية، يعني في ألفاظ الشرع، والقول بوقوعه في لغة العرب، فهذا معنى التفصيل المذهب الثالث. لكن قوله إمام الحرمين رحمه الله، وهو الإمام المعروف صاحب الورقات المتوفى سنة 478 هجرية، هذا وهم من المصنف رحمه الله، لأنه أخذه من ابن اللحام، وابن اللحام يعني هو كثير الاعتماد على ابن اللحام في المتن، وابن اللحام اختصر قال وقال الإمام، فظن أن الإمام هنا المراد به إمام الحرمين، وهذا المصطلح موجود في بعض كتب الأصول أنهم يقولون قال الإمام والمراد إمام الحرمين، فظن أنه هو وليس هو، وإنما المراد به الإمام الرازي فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 هجرية رحمه الله، فهو المقصود، الرازي هو صاحب المذهب الثالث وليس إمام الحرمين. دليل أصحاب المذهب الثالث هو قالوا يعني
أن وقوع القول بوقوع الترادف في نصوص الكتاب والسنة يلزم منه وجود الحشو والزيادة، وهذا محال في كلام الباري سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أتيت بكلمة ثم بكلمة تدل على نفس المعنى صار فيه إطالة وحشو. واضح؟ أما أصحاب المذهب الأول فقالوا بوقوعه مطلقاً واستدلوا بما ذكرناه من أمثلة، وبالنسبة للكتاب العزيز والسنة فقالوا هذا موجود، ومنه قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج هو الشرعة. إنما أشكو بثي وحزني، والبث هو الحزن، وهكذا نحو هذه الآيات دل على وقوعها في نصوص الشرع. ثم قال، لا زال في نفس المسألة لكنه عرض لي مبحث يعني أخص من هذه المسألة، وهو الحد والمحدود، هل هما مترادفان؟ الحد أي التعريف، والمحدود وهو المعرف، هل هما مترادفان؟ يعني الآن عندنا الإنسان معرف محدود يعني، والحيوان الناطق حد أي تعريف، فهل هما مترادفان؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا حد، والمحدود هو الواجب، فهل هما مترادفان؟ فذكر فيه خلافا فقال: والحد وهو اللفظ الموضوع لتعريف شيء، والمحدود وهو اسم ذلك الشيء المعرف كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان، غير مترادفين على الأصح، ليس مترادفين. إذن الحد مباين للمحدود، يعني الحد ليس المحدود، هو غيره وليس هو عينه. قال: أي أن الاسم أي المعرف المحدود يعني، والحد أي التعريف ليس بمترادفين، إما لغة كالصلاة معناها الدعاء، فأنت تعرف الصلاة في لغة العرب بأنها الدعاء. إذن الصلاة والدعاء هل هما مترادفان في لغة العرب؟ قال: لا، بناء على المذهب الأول. قال: وإما اصطلاحا كالصلاة وكقولنا أفعال وأقوال مخصوصة من قيام وقعود وقراءة وذكر ونحو ذلك، فهل قولنا أفعال وأقوال مخصوصة مرادف لكلمة الصلاة اصطلاحا؟ قال: هذا لا، ليس مترادفين بناء على المذهب الأول. طيب، لكن ينبغي أن نتنبه لشيء، أن المراد بقوله الحد هنا ليس المراد به خصوص الحد عند المناطقة وهو التعريف بالذاتيات، وإن المراد به مطلق التعريف سواء كان حداً أو رسماً، يعني سواء كان تعريفاً بالذاتيات وهو الحد أو بالعرضيات وهو الرسم. لكن يخرج من هذا الحد اللفظي، الحد اللفظي فلا يرد معنا هنا، لأن من أنواع الحدود من أقسام التعريفات ما يسمى بالحد اللفظي، وتعريفه تبديل اللفظ المعرف بلفظ آخر أشهر منه، تبديل اللفظ بلفظ أشهر منه. إذن هل هما مترادفان؟ قطعا هما مترادفان. فمثلا قولك الزخيخ هو النار ترادف، العقار هو الخمر هذا ترادف، مع أن هذا تعريف لفظي. الهزبر لو سأل أحد قال ما الهزبر؟ فقلت هو الأسد. إذن الأسد والهزبر مترادفان. إذن يخرج من هذه المسألة الحد اللفظي، فإن الحد والمحدود مترادفان، وإنما الكلام في الحد والرسم فقط. فهل المحدود والحد
شيء واحد بمعنى واحد أي مترادفان أم لا محل خلاف. فذكر المذهب الأول وهو أن الحد والمحدود متباينان لا مترادفان، ثم قال والذي يظهر، قال والذي يظهر هذا الآن اختياره، يبين اختياره، الترادف بين الحد والمحدود من حيث الاصطلاح، طبعا شرع في اختياره ثم ذكر المذهب الثاني، ولو أنه ذكر الاختيار في آخر الأقوال لكان أنسب والأمر يسير. ثم قال وقيل، هذا هو المذهب الثاني، وقيل بترادف الحد والمحدود، يعني أن المذهب الثاني عكس المذهب الأول. المذهب الأول أن الحد والمحدود متباينان لا مترادفان، والمذهب الثاني أن الحد والمحدود مترادفان. لكن المصنف رحمه الله تأول هذا الخلاف فماذا قال؟ قال ولعل من قال بالترادف بين الحد والمحدود وهم أصحاب المذهب الثاني نظر إليهما أي للحد والمحدود من حيث الاصطلاح، ومن قال بعدم الترادف وهم أصحاب المذهب الأول نظر إليهما من حيث اللغة، نظر إليهما أي إلى الحد والمحدود من حيث اللغة، يعني حاول المصنف رحمه الله هنا أن يوفق بين القولين أو على الأقل أن يبين منشأ الخلاف، من أين نشأ الخلاف. فكأنه يقول أصحاب المذهب الثاني نظروا إلى الاصطلاح وأصحاب المذهب الأول نظروا إلى اللغة. ثم قال وقال المحلي، جلال الدين المحلي الإمام المعروف المتوفى سنة 863 هجرية، صاحب الشرح المعروف على الجمع الجوامع وعلى الورقات، قال الأصح عدم الترادف لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليه إجمالا، والمفصل غير المجمل. انظر ماذا قال المحلي رحمه الله، الأصح عدم الترادف بين الحد والمحدود، لما؟ قال لأن الحد يدل على أجزاء الماهية على سبيل التفصيل، والمحدود أي لفظه، لفظ المحدود يدل على المعنى من جهة الإجمال. انظر مثلا الصلاة، الصلاة الذي هو المحدود يدل على أفعالها كلها على سبيل الإجمال، جمعت كل ما يقع في الصلاة في هذه العبادة المعروفة أجملته، أجملته أي جمعته كله تحت لفظ واحد وهو لفظ الصلاة، يعني جمعت التكبيرات والذكر والقراءة والأفعال والركوع والسجود وغير ذلك كلها أدخلتها تحت كلمة واحدة وهي الصلاة، إذن الصلاة تدل على معناها من حيث الإجمال، هذا لفظ المحدود. طيب والحد يدل على الماهية من حيث التفصيل، فأنت حين تقول أقوال وأفعال مخصوصة إلى آخره كأنك تقول ماذا؟ ركوع وسجود وقراءة وذكر وتكبير وتشهد إلى آخره، أليس كذلك؟ نعم، هذا اختيار المحلي، عبر عنه بالأصح تبعا للمتن الذي هو جمع الجوامع. ثم قال ومقابل الأصح أي والقول الثاني الذي يقابل هذا المذهب الذي عبرنا عنه بالأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل، يعني ويحكم بترادفهما، يعني ويقابل الأصح مذهب آخر ليس هو الأصح، وهو أن نقطع النظر عن الإجمال وعن التفصيل فلا نعتبرهما، فإذا قطعنا النظر عنهما صارت كلمة الصلاة هي نفسها كلمة أقوال وأفعال تبدأ بتكبير وتنتهي بتسليم، هي هي، وحينئذ يكون
يكونان مترادفين. واضح؟ عندك سؤال؟ نعم. طبعا اسأل زميلكم عن مثلا كلمة سيف ومهند وحسام وغير ذلك من ألفاظ السيف وما أكثرها، فهل هي مترادفة؟ نعم، لكن بناء على القول المذهب الأول وهم الجمهور القائلون بوقوع الترادف، وأما أصحاب المذهب الثاني فيمنعون هذا، وحينئذ يتكلفون التفرقة، يعني كلما أورد عليهم مثال تكلفوا أن يوجدوا يعني أن يذكروا معنى يفارق به اللفظ الأول اللفظ الثاني واللفظ الثالث والرابع، ولا شك أن هذا يعني كلفة عظيمة. بعض الأشياء عند العرب لها أكثر من 30 اسما، فتحتاج أن تذكر 30 معنى، ليس كذلك؟ ففيه كلفة. نعم. قال رحمه الله تعالى، هذا يعني شيخ الإسلام رحمه الله اختار وقوع الترادف، لكنه عبر بعبارة لطيفة تدل على حسن استقرائه لنصوص الكتاب والسنة، فقال: الترادف في اللغة قليل، وأما في الشرع فنادر أو معدوم. تردد في الثاني وجزم بوقوعه في اللغة، لكن قال هو قليل، وهذه عبارة صحيحة، لأن أكثر ألفاظ اللغة متباينة وليست مترادفة. نعم. ولهذا قال: والأصل في الكلام التباين. هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، الأصل في الكلام التباين، فمن يحمل على الترادف هو الذي يطالب بدليل، لأنه خالف الأصل. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى، نعم، يقول: التراده في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فنادر أو معدوم. يعني هو إما نادر، قد يوجد لكن نادر، وإما أن يقال بأنه معدوم لإمكان التأول في الألفاظ التي يريدونها، مثل بثي وحزني وشرعة ومنهاج. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والحقيقة أي تعريفها اللفظ المستعمل في لفظ في وضع أول، أي أول ما وضع اللفظ لذلك الشيء، كالآدمي للحيوان الناطق، والأسل لهذا الحيوان المعروف، والحمار لهذا الحيوان. وهي أي الحقيقة أقسام، أحدها لغوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق، وعرفية هذا القسم الثاني كاستعمال الدابة في الحمار، وشرعية هذا القسم الثالث كاستعمال الصلاة في الأفعال المخصوصة. والمجاز أي تعريفه اللفظ المستعمل في غير وضع أول، كقولنا لشجاع آدمي هذا أسد، إذ أصل وضع الأسد للحيوان المفترس على وجه يصح، أي يصح في الاستعمال من وجه صحيح يجمع بينهما، كالأسد إذا قلناه لشجاع آدمي، فإن هذا الاسم إنما سمي به الأسد لشجاعته، بخلاف ما إذا وجدناه آدمياً أبخر فلا يقال له أسد، إذ الاعتبار فاسد، فإن الأسد لم يسمى أسداً لبخره، ولا بد من أحسن إلى هنا. أحسن. الآن شرع المصنف رحمه الله في مسألة جديدة من مباحث اللغات، ومن أشهر هي من أشهر مباحث اللغات، وهي الحقيقة والمجاز. فقال: والحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، هذا تعريفها اصطلاحا. الحقيقة لفظ استعملته العرب في معنى، يعني في وضع أول، أول شيء، أول ما استعملت هذا اللفظ في ذلك المعنى، الاستعمال الأول هذا يسمى حقيقة. قال: أول ما، أي أول ما وضع اللفظ لذلك الشيء، فإن كلمة الآدمي أطلقته العرب على الحيوان الناطق، والأسد على الحيوان المعروف، والحمار على الحيوان المعروف كما مثل المصنف رحمه الله. فاستعمال هذه الألفاظ الثلاثة في معانيها الأولى ماذا يسمى؟ يسمى حقيقة. فالمجاز لا يمكن أن يكون الأول، لا يمكن أن يبتدأ بالمجاز في لغة العرب،
ولهذا شرط المجاز أن يسبقه حقيقة، لأنه فرع والحقيقة هي الأصل. ثم قال: والحقيقة أقسام ثلاثة: لغوية وعرفية وشرعية. فقال: أحدها لغوية، كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق، واستعمال الأسد في الحيوان الزائر، واستعمال الفرس في الحيوان الصاهل، واستعمال الدابة في كل ما يدب على وجه الأرض، فإن هذه كلها حقائق لغوية، معنى حقيقي في لغة العرب. ثم قال: وعرفية، هذا هو القسم الثاني، كاستعمال الدابة في الحمار. هذا استعمال إيش؟ هذا حقيقة، لكن حقيقة عرفية، لأن حقيقة الدابة في لغة العرب كل شيء يدب على وجه الأرض يسمى دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هكذا الآية. نعم. طيب، إذن دابة كل ما يدب على وجه الأرض هذا حقيقته اللغوية، لكن أهل العرف الناس إما كلهم أو كثير منهم عادوا واستعملوا كلمة دابة في معنى أخص من هذا المعنى، فأطلقوه على ذوات الأربع. وهناك عرف آخر وهو إطلاق الدابة على الحمار خاصة، فإذا قال الرجل منهم: اشتريت دابة من السوق، لم ينصرف إلى الفرس ولا إلى الجمل، وإنما إلى الحمار خاصة، فنقول هذه حقيقة لكنها حقيقة عرفية تعارف عليها الناس أو أهل ذلك البلد بخصوصه. ومن الحقائق العرفية مصطلحات العلوم، فالرفع والنصب والجر هذه لها معاني. الرفع حين تضع ضمة أو واو ونون، أليس هذا حقيقة؟ حقيقة عند من؟ أهل اللغة؟ اللغة ما يعرفون النحو، ما يعرفون قواعد الفاعل والمفعول، إنما هو حقيقة ماذا؟ عرفية، يعني عند أهل عرف خاص وهم النحاة. وكذلك النصب والجر، الواجب والفرض، النسخ، القياس إلى آخره. مصطلحات العلوم هي من قبيل إيش؟ الحقائق العرفية. قال: وشرعية، هذا هو القسم الثالث، كاستعمال الصلاة في الأفعال والأقوال المخصوصة. فالصلاة في لغة العرب معناه الدعاء، وهذا موجود في شعرهم وفي كلامه: وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا لها بالحفظ، لكنها في لها معنى حقيقي في الشرع، إذا أطلق في لسان الشرع لم ينصرف إلا إليه، وهو الأقوال والأفعال المخصوصة التي تبدأ بتكبير وتنتهي بالتسليم. ثم قال: والمجاز أي تعريفه. طبعاً ما ذكر من أقسام الحقيقة صحيح ويقر به كل من يقول بالحقيقة والمجاز، لكن العلماء قد يختلفون من جهة أخرى، ليس في هذا الموضع فقط بل في مواضع أخرى، وهو ما يسمى بتحقيق المناط. فمن صور تحقيق المناط أن يتفق على القاعدة، يتفق الخصمان على القاعدة، ثم يختلفان في تحقق القاعدة في آحاد الصور، يعني في بعض الأمثلة. واضح؟ يعني عندنا نعم حقيقة، والحقائق فيها عرفية وفيها شرعية وفيها لغوية، لكن قد يختلف العلماء من جهة تحقيق المناط. مثل كلمة الصيد، فإن من محظورات الحج ماذا؟ الصيد. فتأتي الصيد، فبعض العلماء يقول هذا حقيقته لغوية ولا زالت لغوية،
لم يعهد من الشارع استعمال زائد على هذا المعنى اللغوي، فقتل كل حيوان يسمى صيداً في لغة العرب. ويأتي آخرون ويقولون لا، الصيد له معنى في اللغة، حقيقة في اللغة، وله حقيقة في الشرع، وهو قتل الحيوان البري المأكول، فيختلفون من هذه الجهة، لأن اللفظ إذا ورد في نص شرعي يحمل على حقيقته الشرعية، وفي كلام العرب وأشعارهم يحمل على الحقيقة اللغوية، وفي كلام أهل العرف يحمل على العرفية. لكن كما قلت أن العلماء قد يختلفون من جهة أخرى، وهو تحقيق المناط، هل هذا اللفظ له حقيقة شرعية أو له حقيقة لغوية فقط، وحينئذ الألفاظ الواردة في الشرع إن لم يكن لها حقائق شرعية حملت على حقيقتها اللغوية، كقام وقعد والسماء والأرض والجبال، ألفاظ ترد في نصوص الشرع ولا تحمل إلا على حقائقها اللغوية، لأنه لا وجود لحقائق شرعية جديدة لها. تفضل يا شيخ. نعم، على خلاف، على خلاف، والصحيح أنه يحمل كل حقيقة على ما ورد فيه الشرعية في الشرع، في لسان الشرع، واللغوية في كلام أهل اللغة، والعرفية عند أهل العرف، ولا يعدل عن هذا إلا بدليل، هذا هو الأصل. نعم. قال والمجاز الذي هو قسيم الحقيقة، فإن الألفاظ إما حقيقية وإما، يعني معاني الألفاظ إما حقيقية وإما مجازية. قال والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. هذا تعريف المجاز اصطلاحا، استعمال اللفظ في غير وضع أول. إذن شرط المجاز أن يكون استعمالا ثانيا لما قلناه آنفا من أنه لا مجاز إلا مع وجود حقيقة، فإن العرب لا تبدأ بالمجاز عند وضع الألفاظ للمعاني، إنما تبدأ بالحقيقة، فالحقيقة وضع أول، استعمال أولي، والمجاز استعمال ثان. ثم شرط له شرطا آخر بقوله على وجه يصح، لأن المجاز لغة العرب، فإذا لم يصح في لغة العرب لم يصح المجاز. قال والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول، كقولنا لشجاع آدمي هذا أسد. أين المجاز؟ كلمة أسد استعملت في آدمي، لأنه ماذا؟ لأنه شجاع. قال إذ أصل وضع الأسد، أصل وضعه يعني معناه الحقيقي، الحيوان المفترس المعروف، فاستعماله للآدمي الشجاع يسمى حينئذ مجازا، لأنه استعمال ثان لعلاقة. ثم قال على وجه يصح، أي يصح في الاستعمال من وجه صحيح يجمع بينهما، لابد أن يكون هناك معنى يربط بين الحقيقة وبين المجاز، وإلا كيف تستعمل نفس اللفظ في معنى آخر؟ إذن لابد أن يكون على وجه يصح، وإلا لاستعمل الناس أي لفظ في أي معنى، يصح أو لا يصح، وهذا فيه ضياع للغة. قال كالأسد إذا قلناه لشجاع آدمي، فإن هذا الاسم أي الأسد إنما سمي به الأسد لشجاعته، بخلاف ما إذا وجدناه آدمياً أبخر. أبخر، البخر هو نتن رائحة الفم أكرمكم الله. قال فلا يقال له أسد، يعني ماذا يقول؟ الأسد
أبرز صفاته ماذا؟ الشجاعة. فالعرب من بليغ كلامها أنها قد تعدل عن الحقيقة إلى المجاز لهذا الغرض، وهو أن يؤدي المعنى أقوى، يجعل المعنى أقوى. فإذا رأوا رجلا يعني شجاعا لم يكتفوا بأن يقول هذا شجاع، أبلغوا منها أن يقولوا هذا أسد. طيب هذا عرفنا وجهه، أن بين هذا الرجل وبين الأسد صفة مشتركة وهي الشجاعة. طيب من صفات الأسد أيضا البخر، وهو أن فمه كريه الرائحة. فلو وجدنا آدميا أيضا مستكره رائحة الفم، هل نقول هذا أسد؟ يصح؟ لا، ما يصح. طيب لماذا وجد صفة مشتركة؟ تفضل يا شيخ. نعم، جزاك الله خير. المصنف علله بتعليل، ولغيره من العلماء تعليل آخر في ظني أنه أحسن. المصنف يقول ماذا؟ أن الأسد ما سمي أسدا إلا لشجاعته، كأنه يقول إن هناك علاقة طبيعية بين الهمزة والسين والدال وبين الشجاعة، لأجله سمت العرب الأسد أسدا، هكذا يقول. ولهذا ماذا قال؟ قال إذ الاعتبار فاسد، يعني لا يقال له أسد الأبخر، لا يقال له أسد، إذ الاعتبار فاسد فإن الأسد لم يسمى أسدا لبخره. وقلنا إن هذا بناه المصنف والله أعلم على مذهب موجود في كتب الأصول، وهو أنه يوجد هناك علاقة طبيعية حسية أو عقلية بين الألفاظ وبين المعاني. فالعرب حين وضعت الألفاظ راعت تلك المعاني فوضعتها لأجلها، وهو مذهب يعني مرجوح ضعيف عند الأكثرين، يعني هو مضعف عند الأكثرين، لكنه قول موجود. والأحسن يعني الأحسن أن يعلل بأن العرب لا تعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بوجود علاقة مشهورة بين المشبه والمشبه به. طبعا هذا يسمى استعارة في كلامنا، لكن التشبيه أعم عند الأصوليين. وضح؟ إذن شرط المجاز شهرة العلاقة، يعني ليس وجود أدنى صفة بين الحقيقة والمجاز، وإنما أن تكون الصفة مشهورة. وأبرز صفات الأسد لا شك أنها الشجاعة لا البخر. واضح؟ نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.